على الرغم من اختلاف اللغات واختلاف الثقافات وبعد المسافات، لكن توحدت الأمنيات والدعوات من أجل الطفل ريان، فسبحان الله، اللهم رده إلى حضن أمي سالما معافى بإذن الله. السلام عليكم متابعين الكرام. شدد مصدر أن رجال الإنقاذ يواجهون خطر الإغماء بسبب ضعف الأكسجين داخل الثقب الذي تم إحداثه على عمق أكثر من 30 مترا. ورغم الصعوبات تتقدم الأشغال بشكل حثيث، لكن بكثير من الحذر لتفادي أي انهيار محتمل للأتربة. وكشف وسائل أعلام مغربية نقلا مصدر رسمي أن فرق الإنقاذ تفصلها متران فقط للوصول إلى الطفل ريان. وشدد المصدر الذي يشغل مهمة رفيعة في عمالة هذه القرية على أن فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر 3 أمتار يدويا إلى حدود الساعة 4 صباحا، ولم يتبقى سوى مترين للوصول إلى الطفل المفقود. وما زالت جهود السلطات المغربية مستمرة لإنقاذ الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات بعد سقوطه في بئر عميقة بإحدى القرى الواقعة شمال البلاد منذ 4 أيام. وكانت السلطات المغربية أعلنت بدء الحفر الأفقي بهدف الوصول إلى الطفل ريان بعد اكتمال عمليات الحفر إلى عمق مساوي للبئر ومكان تمركز الطفل. وتقوم فرق الإنقاذ بحفر مسافة 8 أمتار للوصول إلى الطفل ريان، حيث استعانت الوحدات بالمواسير الإسمنتية بهدف إنشاء النفق وتدعيمه في لحظات حاسمة ينتظرها ملايين المشاهدين في الوطن العربي. وكانت السلطات قد أعلنت انتهاء عمليات الحفر بجانب البئر عن طريق الآليات الهندسية الضخمة، حيث قام رجال الوقاية المدنية في المغرب بإنشاء كاميرا تستعمل في مهام الغوث للتأكد من الوضع الصحي للطفل ريان والتواصل معه لإبقائه واعيا. والجدير بالذكر أن السلطات المغربية قد وضعت خطة بديلة في حال فشل الوصول إلى الطفل عن طريق الحفر من خلال إحداث حفرة موازية بنفس عمق المكان الذي علق فيه ريان، ثم إحداث فجوة في البئر لانتشاله. وتابع الثمراني أن فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان تمكنت من حفر 4 أمتار بشكل يدوي إلى حدود الساعة 10 بتوقيت المغرب من صباح يوم السبت، فيما تبقى 180 سنتيمتر للوصول إلى الهدف. واجتاحت قضية الطفل ريان مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان نبأ سقوطه في البئر ومباشرة عمليات إنقاذه. وحتى الآن وعبر الآلاف من رواد مواقع التواصل عن تضامنهم مع ريان وتعاطفهم مع والديه ودعائهم له، مشيرين إلى أنهم يتابعون تطورات الحادثة لحظة بلحظة عبر وسائل الإعلام المغربية والعربية.